السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، ونواصل مواضعنا فيما يتعلق بالنظام القانوني للتاجر. وقلنا أن هناك أنشطة تجارية بطبيعتها في مقابل أنشطة تجارية شكلية، قلنا بأن هذه الأنشطة التجارية بطبيعتها هي تهتم بالأعمال التجارية البرية بطبيعتها، وكذلك بالأعمال التجارية البحرية والجوية، فيما أن الأنشطة التجارية الشكلية فهي تعتبر هي ديك المجموعة ديال الكمبيالة والسند بالأمر والشركات التجارية. وسنعرض في حصتنا هذه موضوع تحت عنوان البريد والمواصلات. البريد والمواصلات، ويقصد بالبريد وكل إصدار للطوابع البريدية وكذا كل عمليات التخليص البريدي، إضافة إلى عمليات جمع التوفير لحساب الدولة من خلال صندوق التوفير الوطني، وكذا تدبير خدمات الحسابات الجارية للشيكات البريدية، وأيضا تقديم خدمات الحوالات في النظامين الداخلي والدولي وغير ذلك من الأنشطة. ويظهر ذلك في المادتين 48 و49 من القانون رقم 4296، والمادة 2 من القانون رقم 0708. أما أنشطة المواصلات فهي كل إرسال أو بث أو استقبال لرموز أو إشارات أو مكتوبات أو صور أو أصوات أو معلومات كيفما كان نوعها. إذن قلنا أن الأنشطة المواصلات هي كل إرسال أو بث أو استقبال لرموز أو إشارات أو مكتوبات أو صور أو أصوات أو معلومات كيفما كان نوعها، وبواسطة أسلاك أو بصريات أو راديو كهرباء أو أنظمة أخرى كهرومغناطيسية كخدمة الهاتف والتيليكس. وهذا يظهر من الفقر 18 من المادة الأولى من القانون رقم 24-96. وقد كان قطاع البريد يخضع في السابق في المغرب كما في غيره من الدول لاحتكار الدولة، إلى أن حلت في السنين الأخيرة موجة التحرير التي عمت غالبية الدول المعمور، والتي واكبتها طفرة تكنولوجية هائلة عرفتها صناعة الاتصالات على الخصوص، مما فرض على المغرب مثل باقي الدول إعادة هيكلات هذا القطاع بفتح مجال استثمار فيه أمام الخواص لتمكينه من تحقيق النمو المطلوب في سوق تنافسية تقوم على التطور السريع والجودة والوفرة والثمن المناسب. ومن هنا فقد جاء النص على البريد والاتصالات ضمن الأنشطة التجارية في المدونة الجديدة في إطار برنامج خصصت هذا القطاع، الذي بدأ بالترخيص بإحداث محلات المخادع الهاتفية ومقاولات الاتصال والإنترنت والهاتف المحمول، وانتهى بتحويل بريد المغرب من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة بمقتضى ظهير شريف رقم 11-09 صادر في 26/0/1430 1431 في ما يوافق 11 فبراير 2010، وكذا إنشاء شركة مساهمة تحت اسم اتصالات المغرب تختص في الاتصالات السلكية واللاسلكية. إذن عموما هذا هو البريد المواصلات، وما هو هي تدخل في الأنشطة التجارية المرتبطة بالخدمات، وهي أنشطة تجارية بطبيعتها، ولا يبقى إلا أن أودعكم على أمل اللقاء بكم، مع تشكرات لجميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين المشتركين المحتملين الجدد. يمكنكم إعادة العرض والحصة عبر قناة يوتيوب جعفر تيغري. بالله التوفيق، دمتم في رعاية الله وحفظه.